اهلا وسهلا بكل الابطال المشاركين في بطوله كاس العرب انتل اريبيان كاب موسم 2021. معاكم احمد عبد المنعم من فريق عمل رايت جيمز الشرق الاوسط، والنهارده ان شاء الله هوريكم الطريقه الصحيحه للتسجيل في البطوله. يلا بينا نبتدي. اول خطوه معانا هو ان احنا نخش على السايت الرسمي للتورنمنت، واللي هو www.tournament.com. بعد كده هيتفتح لنا الصفحه الرئيسيه، ومن هنا هندوس على لوجن. بعد ما دوسنا لوجن هيكون عندنا اختيارين. لو انت اوريدي مستخدم قديم لتورنمنت، تقدر ان انت تعمل لوجن بالايميل والباسورد بتاعك، ولكن اتاكد كويس جدا ان انت حافظ الايميل بتاعك. لو انت مستخدم جديد ساعتها تدوس على ساين اب. بعد ما تدوس على ساين اب هتتفتح لك صفحه كرييت يور اكاونت، هتملا البيانات بتاعتك بالشكل الصحيح، وبعد كده هتدوس على ساين اب. وزي ما انتم شايفين انا دخلت بياناتي كلها بالشكل الصحيح. اول حاجه كتبت النيك نيم بتاعي، تاني حاجه كتبت الايميل بتاعي بالشكل الصحيح، ولازم تبقى متاكد جدا من الايميل ده وان انت عندك اكسس عليه، لان ده اهم حاجه في الخطوه الثانيه. وطبعا تكتب الباسورد بتاعك وتختار الكونتري بتاعتك وتجاوب على السؤال بتاع تحديد الروبوت او الانسان، وبعد كده بتعلم على اي اجري تو ذا تورنمنت تيرمز، وتعلم برضو على الاخيره وتدوس ساين اب. انت كده عملت ساين اب بنجاح، ولكن فاضل خطوه اخيره، وهي ان انت هتفتح الايميل بتاعك وتعمل فيريفاي للتورنمنت سايت. زي ما انتم شايفين فتحت الايميل بتاعي اللي انا استخدمته في التسجيل، ولقيت الايميل فيريفيكيشن من تورنمنت سايت، دوست عليه وكمان هدوس على اللينك ده. وبكده بعد ما تجيلك الرساله دي يبقى انت سجلت بالشكل الصحيح في التورنمنت سايت. خلينا نروح للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هتكون الدخول على الموقع الرسمي للبطوله، وهو iec.leagueoflegends.com. وبعد ما تخش هتلاقي على الشمال فوق لو انت باللغه العربيه، او على اليمين فوق لو انت باللغه الانجليزيه، سجل الان او ريجستر ناو، هندوس عليها. بعد كده هيتفتح لك صفحه سجل فريقك. ملحوظه مهمه جدا، كابتن الفريق بس هو اللي لازم يملا المعلومات دي. كمان كابتن الفريق بيكون هو اللاعب الاول، فكابتن الفريق لازم يدخل بياناته اول واحد، وبعد كده يدخل بيانات الفريق كله بالشكل الصحيح. اول حاجه زي ما انتم شايفين هندخل اسم الفريق هنا، تاني حاجه رمز الفريق. رمز الفريق ده بيكون 3 حروف اختصار لاسم الفريق، او بنسميه التيم تاج. تالت حاجه ودي الاهم، ان انت لازم تستخدم نفس الايميل اللي انت استخدمته علشان تسجل فيه في التورنمنت سايت. زي ما انتم شايفين هنا الخانه دي بتشرح بالتفصيل طريقة التسجيل بالشكل الصحيح. بعد ما دخلت اسم الفريق والتاج والايميل اللي انت استخدمته على التورنمنت سايت، هتنزل تحت علشان تختار البطولة. اتأكد كويس جدا جدا ان انت قاري الاحكام والشروط قبل ما تختار البطولة اللي انت هتلعب فيها. وزي ما انتم شايفين كل البطولات على سيرفر اي ويست، الا بطولة مصر فقط هي اللي على سيرفر اي يو ان اي. طيب في حالتنا هنا هنختار بطولة مصر. فأول خانة هنا هنكتب اسم اللاعب بالكامل، اسمه الحقيقي. في تاني خانة هنكتب السامنر نيم، وفي الخانة التالتة هنختار الدولة بتاعته. في الخانة الرابعة هندخل الإيميل بتاعه، وفي الخانة الأخيرة هندخل تاريخ الميلاد بالفورمات اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، من الشمال لليمين السنة، وبعد كده داش، وبعد كده الشهر، بعد كده داش، وبعد كده الدي. وهوريكم بالتفصيل ازاي تدخلوه، ولكن خلينا نعمل فل باقي المعلومات. طيب حاجة مهمة جدا، انت عندك 5 لعيبة اساسيين وتلات لعيبة بدلاء. زي ما انتم شايفين هنا الفورمات بتاع تاريخ الميلاد هيكون بالشكل ده، مثلا 1980 وبعد كده سلاش. لو انا مثلا مولود في شهر 5 هكتب 05، ولو انا مولود في اول يوم من شهر 5 هكتب داش وبعد كده 01. ده الفورمات الصحيح، لازم يخش بالشكل ده بالظبط. يبقى على الشمال هيكون السنه، في النص هيكون الشهر، وعلى اليمين هيكون اليوم. زي ما انتم شايفين انا مليت بيانات الفريق بتاعي بالشكل الكامل، الاسم والسامنر نيم والبلد لكل لاعب، والايميل لكل لاعب، وتاريخ الميلاد لكل لاعب. وبعد كده لما انزل تحت هلاقي سطر مكتوب فيه اوافق على الالتزام بالاحكام والشروط، وعلى الانضمام الى قناة الديسكورد لتسهيل التواصل بين فريقي وبين منظمي البطولة. اول حاجة لازم تعملها تدوس على الاحكام والشروط وتقراها بتمعن جدا. اول ما تدوس عليها هتفتح لك لينك تاني في البراوزر. وتاني حاجة لازم تنضم للديسكورد سيرفر، طبعا هيوصلك للديسكورد سيرفر بعد ما تدوس على اللينك ده. الديسكورد سيرفر ده هيكون المكان الوحيد اللي تقدر تتواصل مع الادمنز من خلاله. هتدوس هنا على التك
جنب وافق على الالتزام بالأحكام والشروط والانضمام للديسكورد سيرفر، وبعد كده هتدوس سجل الآن. ولكن قبل ما تدوس سجل الآن اعمل تشيك مرة كمان وتأكد ان المعلومات كلها صحيحة. اول ما تطلع لك الشاشة دي اقدر اقول لك 1,000,000,000 مبروك، انت سجلت في البطولة بالشكل الصحيح. كل اللي عليك تعمله ان انت تنتظر رسالة التأكيد على الايميل بتاعك اللي انت سجلت بيه في البطولة. لو عندك اي سؤال او اي استفسار ما تنساش تبعت لاي ادمن موجود في الديسكورد سيرفر. شكرا جدا لمتابعتكم وحظ موفق لكل الابطال في بطولة كأس العرب.